اللي كامل القرن كلياته انا وكنت بفصوني كانت امي الله يرحمها تجيني اليوم مش عارف اشتري ايه دايما اخوي في المحاضره بفلوس ثلج بدك ايش شوف فهمك انت تعال عمو بتسمح لنا بالتليفون خوي سامر على هنا القصة مين لو مروان وسامر خلي خليهم يفطروا لأن نحن تأخرنا عليهم عمو ممكن استعمل التليفون أخيراً على ندى حبيبتي سمعتيني فطر ماما أنتو لا تستنوني متأخرة أنا مع السلامة أبو قاسي عمو قاسي إيش عندك خضرات هذا اليوم تعطيني في عندك بوسان جيتنا بعد أخر ستيدي بضل رحمة أخوي أنا أخر ستيدي عمو قاسي ما بعرف ربيح يا عم بلاد عندك خيار كوسا ليمون انا حبيت اطيش في عندك قول حاكينا بس ابو بخصي يا مقوص ادب قصدي الله بيستر على الناس بيستر على كم سنه الله لا يوفقك يا ابو سعد العامل الله لا يوفقك استريلي اشتراك طول الأحداث اللي عم تجرى وأنا عم إلك وين شايف أهل وش وين شايف أهل وش بتكون عم تكذب علينا أنت ومرتك هدينا صورة هل برفيل شو بيشتغل جوزك موضي مؤسس تغضر والفواك يبعط لك ما أنت وياها نقطة ترشك وترشها سوا أبو صيد قاعد أسأل سؤال مرمي بدك يا جوابك علي لكنه يا عديم الخير عندك كل هالدكاير في كل البضاعة ما بتشغلني عندك في نعمة بتطلق على شغل المهم الأول انت قلت عديم الخير انا رجع عديم الخير لك يا قليل الخير شلون خطر ببالك تكذب علينا طول هالفترة وتقول مدير مؤسسة الخضار والفواكه انا كنت من زمان مدير عام فرع مؤسسة الخضار بس على قلة المطر صرحوني يعني انا فيك الدهرالي حصرتك لا انا فيني طقس مرحبا يا حمد اخوي اشتري ايش بدي اسال سؤال محرج كثير ابو قصاي ابو قصاي ايدي على راسه منين كايشه لمرتك مو من سوق الخضره يا مسامر انت لو بتعرفي عذري انت عذرتيني ماشي حكينا لنشوف استرسل بحديثك حاول كذا لورا الباب اجري بحديثك طيب كده القصه ما فيها انه انا طيب يا سيدي عرفان اذا قلنا هيك بريح العب عم تضحك علينا مدير مؤسسة الخضار والفواكه يا لطيف شو داهي انت لا داهي وبس ومن المصبرة لو اشي قررك دخل على طمعك تعرف شو بيساوي فيك انت انا من ايدك هاي لايدك عمال اخوي قال لك شو ساوي فيه اتلي باب لك فكر عن بلدنا أبو قاسم يستر عليك يستر عليك كنت أبو قاسم عن نسكن دقيقة لا تأخذني عند العيلة إيش ولد هذا الزعيم إيمان وقتلي استر على عرضك وقت السوق شو بدك إلا يا بدي سيارة تعمل لي الكهرباء تبعك وبدي أعمل لي نفضة على هولي على رأسي وبدي بكرة الساعة 9 عندي شغل طويلة خلص بكرة الساعة 9 وإذا تأخرت خلص ما حقك عندي شغل لك أخي استر على عرضك السلام عليكم الله معك شو أصلح سيارة كمان يا أول أنا بتأخذ ذلك أعمل بحكي معه وأنا مرشطه بالحارة عنه وركب سيارة أبو صي لما سألته من هذا السائق مع أنه كان أبو صي ملعب سوء أنا ما قلت لك سائق قلت لك هو صاحب السيارة أنا ما بزي أبو صي حاجة بأكذب الكوت نشوف الكوت اللي ببطنا كمان والبيت اللي ساكنه البيت يستر على العرض والإنتو تتنين خلوا المحل كله بس لك أجي بكري امشي
ولا الشام ما عندكم لا خبزي ولا جبنه ولا كرواسون ولا بسكوت ولا شيء تاكل. ماذا انت شفتي تبيع عليك بابا هنا ما اجا وانا ما تطبخوا شيء لانه تجيب معك جاهز. فبلاش تساعديني الرجال ما في ياخذ حق عادي لازم ياكل اللي طورت قبلها. شو بسوي انا انت شايف مثل ما انا شايف؟ شو شايف؟ هذا انت يا روكي يا اوماس وي خادم سامر شو جابك له شو جابني اللي جابك جابني عبد اللي خالتي حسب الالعاب اللي بتلعبها يا اوماس تطلع الجدي اخص عليك اخص خادم سامر ما بدك خادم سامر اختي سامر خليني انا بس اشرح لك وضعي البسطه ما قلت لي اختي اشرح لي يا كذاب يا منافق يا تبع التيكواندو يا تبع الغلط عشر ليرات يا تبع الجيدو يا كذاب يا منافق انا رح اعدل العشره اذا خليك هون عيني بدي قيمه روحي شوف واحد طب خليني بس اثنين ظبط وضعي ثلاثه شو اخذت انت شو اربعه خمسة ناولنا ستة بس لحاسب العالم دولة أخي ناولنا أختي بس لا 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 وش رأيك أنا والله قاعد أشاور عمي أستلم البسطة لك أروح بلا سؤال يا عم نمزح كل النهار وصدقت أروح خلصني طب بس لحظة قصيرة وحدي حي الله الرابع 20 حي الله الرابع 20 تافي ماشي مقبولة منك يا بكري رغم صغر سنك مقبولة ايه فرانس ولك عين تحكي لبكري حزير شو هالمقوص بدل لأم قصي وين وروكي تلي بنادي وشو عم يعمل هلا عم يذكرتي مع المنتخب وين ميداليته الذهبية تقلي الحكى مع طالب برونزية قام لحشم وشه رد على جوعك قال له واخر شيء طلع على اللاعب الجاه بس بياع البسطه واللي رح افقد عقلي مره ثانيه انا ويغمى علي يا روكي من هذا روكي هذا البطل الجنبي ما شفتيه
أوه شامبيون لك هو هي الشكل الثاني ما أغلى الأكثر من العمك أبو قصي يلي بالمستقبل رح يصير عمك ليش شبه أبو قصي شو صار له؟ ما صار له شيء لكن بعد بالأباوي خضري عم يشتغل عند دكان نص متر بنص متر وعلى طول كان يزرع علينا ويقلنا أنا مدير عام مؤسسة الفواكه والخضر أعطيني أعطيني حيرط على الأهل من الكذب والدجاج اللي خرب بيتك أنت وياه والعين ومن أنا هذا أبو قصي؟ لا بابي فهمني فهمني شو القصة مضبوط عم تحكي مسامي؟ مثل ما قالت مسامي حمد أخوك زيادة تصور تصور السيارة كيف على سيارته وهذا الشوفير كيف شوفيره طلع الشوفير ما هو شوفيره هو صاحب السيارة العام شكله كذاب علقت يا قصي علقت على ماك امبارح اصلا منه انت كمان كذاب كبير 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 لا لا بابا عم بمزح عم بمزح مزح هي لك شو حمد أخوي طيب يا حمد أخو الصندل كيفية؟ شو بدي يا دكتور؟ ما في يعني دكتور قومي أعطينا بصلة كيفية بصلة 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 أوليوم يعني أوليوم 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 جيبي معك أوليوم بصلة بنزيدي بصلة نفس الأوليوم يعني بصلة بالفرنسي شلونك مسامي بالله؟ مشالينا شوية أنا مثل الشيء سلامتك إن شاء الله سلامتك بكري يسطر عبدك يسطر عبدك لا ترفع لا تجي تجري تدعى على الله وضعك مبنى هلت يا بكري لا تنساني أبرا أبي في بعد لك حمى عود ما تقل لجيبي كلمني جايبي وصالي بي كبتا خلص ما عاد بس انت وعدي لا تفضحي لا تجي تصير لحد بدون ماشي حبيب قلبي حبيب ماشي ماشي يلا خاطرك شهد الله يرضى عليك صباح الخير أهليم أهليم سليم يا صباح الورد تعال حبيبي يا صباح النور تعال صباح الورد تعال تعال يا أبيض يا أمير صباح الخير صباح الخير شباب نسيت إن ضاع مخي ضاع
شو بيعمل بحالك أبو قصيد؟ بدك تلاقي لك شيء كذبة، هي بدها تطلع على المسامح، بدك تطلع لك شيء كذبة.